بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء اليوم إن شاء الله بدنا نكمل وندخل على موضوع الإضاءة بال 3D Max. إضاءة موضوع سهل وبسيط، أبسط كتير من موضوع الإكساء، والتعامل معها إجمالا حلو. هلا إحنا أول ما بدنا نشتغل بالإضاءة، في عنا بنعرف دخلنا حاجة مثل دخلنا على الشيبس، اليوم رح ندخل على شيء اسمه Lights اللي هن الإضاءات بال 3D Max. طبعا بالأساس بلاقي شيء عنوانه هون قائمة، عنوانه فوتومتريك. نحن ما هذا اللي رح نستعمله، أول شيء رح نستعمل شيء اسمه ستاندرد. مبدأ مثل الجيومتري، بنعرف عنا ستاندرد واكستندد، هون مجسمات بسيطة وهنيك مجسمات مطورة أكثر، هون الإضاءات نفس الشيء. فنحن رح نبدأ بالستاندرد، بعدين نتعرف على الفوتومتريك شو فيها وشو ممكن يلزمنا. هون مثل ما بنلاحظ بنلاقي عندي مجموعة أنواع لعناصر الإضاءة، في عنا شيء اسمه سبوت، وفي عنا شيء اسمه دايركت، طبعا نلاقيها تارجت وفري، وفي عنا شيء اسمه اومني. فهدول انواع الثلاثة الاساسية، وبعدها نلاقي عنا شيء اسمه السكاي لايت. خلونا نتعرف عليهم، ناخد شوية تفاصيل نظرية عن الاضاءة. هلا انواع الاضاءات بشكل عام، احنا انا ممكن يكون عندي ضوء نقطي عبارة عن دائرة، هاي بنسميها اومني، تمام؟ هي أول نوع من أنواع الإضاءة. هلا النوع الثاني اللي ممكن يكون عنا هو شيء اسمه سبوت لايت، بياخذ معنا الشكل هذا. تمام؟ سبوت لايت يعني بنعرف مثل إضاءة سبوت، شكله بيكون مخروطي، فهذا هو النوع الثاني. في عنا النوع الأخير اللي عنا إياه، في عنا شيء اسمه دايركت لايت، بيعطينا إضاءة بشكل أسطواني، هي رح ياخد هالشكل هاد. تمام؟ وعنا بالنص المحور الأساسي، فهذا النوع الثالث اللي عنا إياه اللي هو دايركت لايت. بالنسبة للأنواع الثلاثة اللي عنا إياها هون، هلا كل نوع منهم ممكن يكون له نوعين. سبوت مثلا ممكن يكون أنا عندي فري، ممكن يكون عندي شيء اسمه تارجت. دايركت لايت نفس الشيء، ممكن يكون عنا فري، ممكن يكون عندي تارجت. طبعا شو الفكرة؟ إنه أنا لما بدي أرسم يحدد لي الجسم والتارجت بنفس الوقت، يعني لما بدي أرسم هون رح يصير عندي عنصرين. لما بيكون عندي عنصرين التحكم بالإضاءة رح يكون أسهل، ما هيك؟ بكفي أنا أخذ هذا العنصر أعمل له موف، فعم يوجه لي لحاله الضوء، هون العنصر عم يبقى عندي ثابت. بينما لو ما كان تارجت كان فري، شو رح يصير عنا؟ أنا لما بدي أحرك الضوء بدي أعمل روتيت للجسم، كأنه مفتل أسطواني، ماشي؟ فهون التحكم رح يصير صعب فيهم. الفري بيستعملوه بالأنيميشن كثير، لأنه بدي أحرك مثلا إضاءة على مسار أو هيك شيء، فبيستعملوا فري بدون تارجت. شغلنا كله رح يكون احنا بالتارجت دايركت بالنسبة للإضاءات. هلا الأساس فيهم، الفرق بيناتهم هو التعامل مع الظلال. بالنسبة للأومني طبعا، أنا هلا إذا عم طلع على مسقط، إذا فرضنا الضوء موجود عندي هون وعندي مجموعة عناصر، خلونا نقول سلندر موجودين هون بهالشكل هذا، فعم نعرف الظلال تبعيتهم رح تكون عندي مركزية، خلونا نقول حسب الأومني، ما هيك؟ يعني مثل إذا عندي شمعة وحواليها مجموعة عناصر، فالظلال كلها رح تاخذ بهالشكل هذا، هذا الظل. أنا إذا عم طلع على مسقط، ماشي؟ وهدول عبارة عن أسطوانات. هاي بالنسبة للأومني، كلها مثل ما حكينا رح تتجه عندي لمركز الأومني. هلا سبوت لايت هو خلونا نقول جزء من الكرة بالنهاية بالنسبة للأومني، فكمان ظلالها شو رح تكون هون؟ بتكون مركزية. أنا إذا عندي هون مثلا سلندر، فرح تاخذ الظلال بهالاتجاه هذا حسب حسب مركز السبوت لايت اللي عنا اياه، فكمان الظلال رح تطلع معنا بهالشكل هذا. Thank you.
ثلاثة، عنا الأومني إضاءة نقطية، وعنا سبوت لايت إضاءة سبوت إضاءة مخروطية، وعنا الدايركت لايت اللي هو النوع الثالث. هلأ بالنسبة للظلال حكينا الأومني وسبوت لايت، ظلالها شو قلنا؟ كلها مركزية حسب مركز الإضاءة اللي عنا. الدايركت لايت بتتميز بشغلة إنه الإضاءة اللي شايفينه الإطار اللي عنا إياه شكله أسطواني، فهذا الشيء رح يؤدي إنه أنا إذا عندي مسقط مثلا، خلينا نقول مبنى مربع، الظلال هون كلها رح تطلع عندي شو؟ نسميها ظلال متوازية، ما هيك؟ مثل أين ونعزل؟ مثل ظلال الشمس. فدايركت لايت أقرب ما يكون لمحاكاة أشعة الشمس، لأنه ظلال بيعطيني إياها كلها ظلال متوازية مثل ما حكينا. سبوت لايت بالواقع استعماله قليل، حتى نحن لما بدنا نعمل إضاءة سبوتات ما رح نلجأ له، فعنا نوع ثاني من الإضاءة. والأومني عادة يعني نستعملها لشيء ثاني غير انه بتعطيني اضاءه واضحه، اضاءه قويه، بنسميها للاضاءه العامه. رح نشوف اسلوبها خلال التعامل مع المشاريع. فهي الانواع الثلاثه اللي رح نشتغل فيها. هلا رح نضيف فكره ثانيه اساسيه كمان، انه دائما انا لما بدي اجي اضوي مشهد في عنا نوعين اساسيات من الاضاءه. خلونا نفهم شغلي بس، بالاستوديوهات لما بدهم يصوروا، استوديوهات تصوير، استوديوهات تصوير البورتري او اي شيء، انا لما بكون عندي مشهد ما هون فما بيعتمدوا انه والله مثلا انا حاطط عنصر اضاءه هون يعطيني ضوء، عنصر اضاءه واحد، بيعتمدوا ثلاث عناصر اساسيه. ففي عندي مثلا عنصر بسموه الدايركت لايت او الاضاءه المباشره، اللي هي الاساس اللي عم تعطيني اضاءه اساسيه، تمام؟ انا لما بكون عندي عنصر واحد والشيء اللي عم صوره موجود معي هون، طبعا مكان الاضاءه رح يطلع عندي مضاء 100%، بس المكان الثاني شو رح يطلع معي؟ رح يطلع معي مظلم، رح يطلع معي اسود. لذلك بحط انواع اضاءه ثانيه بتكون كثير خفيفه، بنسميها بسموها فيل لايت او اضاءه عامه. هاي الاضاءه بتكون كثير كثير خفيفه وناعمه، بس منشان تلغي لي شو هون؟ السواد. ولما بدهم يضيفوا الوان بحطوا ضوء تاني كمان كثير بسيط، بيعطوني لون مثلا خلينا نقول احمر ناعم او اصفر ناعم مشان يعطيني جو عام للصوره. فهيك اسلوب الاضاءه عاده بيكون بالاستوديوهات. هلا نحن نفس الشيء رح نعتمده بالنسبه للاضاءه الداخليه. رح يكون عندي عنصر اساسي لاضاءه شمس الداخلي مثلا من شباك او شيء، وعندي جوا رح وزع مجموعه عناصر مشان تعطيني مثل ما حكينا الفيل لايت او الاضاءه العامه. هاي بالنسبة للداخلة. بالنسبة للإضاءة الخارجية بالواقع ضافوا لي عنصر تاني كتير مهم، سكاي لايت. سكاي لايت حكينا هون عن الفيل لايت أو الإضاءة العامة، هاي رح نحطها نحن عن طريق إضافة عناصر خلينا نقول إضاءة منتشرة بالمشهد. بالنسبة للإضاءة العامة أعطوني محرك جديد لدراسة الإضاءة، للإضاءة الخارجية، شيء بنسميه سكاي لايت. سكاي لايت مهمتها أنا مجرد ما أحط إضاءة شمس اللي رح تكون عندي عن طريق دايركت لايت، هي لحالها شو رح تدرس لي؟ رح تدرس لي الإضاءة العامة، تمام؟ فما رح يعطيني مشهد معتم. طيب أنا بدكم تتخيلوا إنه أنا عم ضوي مشهد بس بدايركت لايت، حاطه بزاوية على مبنى وعطيه إضاءة، مثل ما حكينا محل الضوء رح يطلع عندي مضاء تماما، والواجهة الثانية شو رح تطلع معي؟ رح تطلع معي سودي 100%، أي تفاصيل أي ألوان ما رح تظهر معنا. السكاي لايت مهمتها إنه تعطيني إضاءة عامة لهالجو هذا. طبعا بالواقع بنشوفها بوقت الغروب أو وقت الشروق، لسه ما بتكون طالعة الشمس، فبنلاقي عنا إضاءة عامة، ما هي إضاءة ناعمة كثير، هاي جاي من إضاءة السماء. هاي مهمة السكاي لايت. هاي كان شرح نظري بس مقدمة عن أنواع الإضاءات ونحن كيف نتعامل معهم. التعامل معهم كثير حلو بسيط على فكرة. ننتقل على الماكس، نشتغل شيء عملي أكثر، نعمل بلين، وراح أعمل هون تيبوت عبارة عن بريق شاي، نعطيه لون معين، تمام؟ وبننتقل هون على اللايتس. هلا رح نشوف أول شيء هو شيء اسمه أومني. إذا انتقلنا على الفرونت رح نبعد لقطة شوي ورح نحط أومني هون. لاحظوا هون مجرد أنا ما ضفت الإضاءة فورا بالمنظور شو عمل لي؟ عين لي إياها.
هلا بنعرف عنا عملية الرندر حكينا عنها انه انا اخرج مشهد لصورة. هلا انا اذا عملت هون رندر فرح يعطيني بهالشكل. طبعا كثير مشهد بسيط، مشهد يعني ما واقعي، في عنا كثير مشاكل. اذا دخلنا على الاومني انتقلنا على الموديفاي، اول شيء بنلاقيه عنا هون هي البارامترات للاضاءة للاومني. بارامتراتها كثير بسيطة. المربع الاول شو عنوانه عندي اول صفحة؟ جنرال بارامترز. مثلا عندي لاقسام لايت تايب، انا هون ممكن نقل بين سبوت والدايركت والاومني اللي شفناه من شوي. وممكن هون طبعا المربع اللي بعده اللي هو اهم شيء عندي، شو موجود عندي؟ ظلال. بالوضع الطبيعي شايفين معنا ظلال، اذا اعطيناه اون فورا درسنا ظلال بالمشهد. ملاحظة على الهامش بس، هذا الشيء اللي احنا قاعدين فيه هلا شيء اسمه ريلاستيك معاينة مشهد. طبعا احنا الوضع الطبيعي بالماكسات القديمة كان الشيدد اللي هو الوضع هذا، فنحن ممكن ننقل منهم عن طريق القائمة هاي انه يعين لي الظلال والمشهد. طبعا هاي اذا جهاز ضعيف بيلاقي فيه تقل، خصوصا اذا عند المشهد كبير. شايفين النتيجة؟ اذا عملنا هلا رندر فشوف النتيجة عملية. طبعا الظلال مثل ما شايفين كتير تعبان، ما طالع معي دقيقة. في عنا تحت نسميه محرك دراسة الظل، عنا له انواع رح نحكي عنها بالتفصيل بعد شوي. المربع الثاني شو شايفين عنوانه؟ Intensity Color Attenuation. الانتنسيتي هي شو؟ شو يعني انتنسيتي؟ الشدة بالضبط او قوة الضوء، بنقدر نتحكم فيها من هون. شايفين معايني؟ او خفيفة من هون اذا عملنا رندر. وفي عنا الشيء الثاني اللي هو الكلر، لون الاضاءة، ممكن نتحكم فيها من هون اعطيها لون معين. طبعا اهم شيء تعرفوه بالاضاءة مثل ما حكيت انا هون، انه اول شيء ما بخلي الضوء نفسه لونه ضارب، يفضل ان احط ضوء ثاني هو اللي يعطيني شو اللون للمشهد. واذا حبيت احط الضوء نفسه ما بعطيه لون اخضر هيك مثلا، او بدي اعطيه لون احمر هيك، نفرض عنا جو غروب، بنزله على الابيض وبرفعه درجة كتير بسيطة. حتى لو هون انا ما كتير حاسس بالفرق، بس بالرندر رح يعطيني النتيجة. اذا عملنا رندر بحس هون في درجة، شايفين اللون؟ في درجة خفيفة، هيك اللون بنعطيه. ما بعطي هيك بحرق المشهد كله، لانه هيك رح يضرب لي الالوان كلها. انا اذا هون كاسي الوان او شيء كله رح تاخذ لون اللون اللي عاطينه للضوء. هاي بدنا ننتبه لها هاي الشغله. شفنا الانتنسيتي والكلر. اتينيويشن معناته هو التلاشي او انتشار الضوء. بالوضع الطبيعي هون انا اذا عم طلع بلاحظ انه خلونا نقول شده الاضاءه تقريبا قريبه بين النص والمربع البلين، مع انه بالواقع مثلا انا اذا عندي خلينا نقول لمبه هون كثير لازم يكون يخف عندي، عندي اطار معين الضوي، وبعدين استمراريته كثير بدها تكون خفيفه. فهي هي شيء بنسميه ديكي، ديكي يعني تلاشي. موجود معي هون التايب محطوط نان، ممكن انا اعطيه انفيرس، فبتلاحظوا شلون الضوء صار عندي محدود ضمن هالاطار هذا، ما هيك؟ كل ما انا خففته صار انتشاره اخف. ما بعرف استعمالها قليل بالواقع، بس كمان مهمة بتعطيني اجواء اجواء ناعمة كتير للاضاءة العامة. شايفين النتيجة هون شو صار فرق عندي بين مركز الاضاءة والطرافة. هاي هي مسؤولة عنا الديكي. هاي حلوة مثلا اذا انا عم دخل اضاءة غروب، فما حلو الشمس تطلع عندي باضاءة غروب، انه من لما تضرب على الارض كلها بشدة وحدة. شو حلو بداية شباك تكون قوية، وكل ما عم تقرب اكتر تتلاشى اكتر. هاي مسؤول عنا الديكي، بدنا ننتبه له بموضوع ستارت هون منين يبدا معنا. ممكن قوي اكثر اعطيه انفرس سكوير، شايفين هون صار انتشار وحد اكثر. هاي نان، شايفين الفرق؟ ديكي. في عنا شيء اسمه اتينيويشن. الاتينيويشن هو انتشار الضوء، ممكن انا اتحكم فيه استعماله قليل. في عنا شيء اسمه نير اتينيويشن وفار اتينيويشن. فاول انا ما بفعلهم، ملاحظين شلون حطلع هياك خلينا نقول او جزمه للضوء. هاي مبدا بالواقع لحتى نفهمها استعمال قليل، بس يعني ضروري الواحد يعرفها. هلا انا اذا عندي هون مثلا الاومني اللي عندي اياها هون، فممكن اقول له انا اذا اعطيه المالتي بلاير 2 لإله ممكن اقول له خلي لي الضوء يبدا مثلا هي اول قوس اول اطار من هون لهون بقيمته الاعظميه مثلا، بعدين يبلش هون يتلاشى، وبعد هاي اخر دائره هون شو تكون قيمه الضوء؟ صفر، يطلع عندي ظلال. شيء كثير تخصصي يعني ما بظن يلزمنا كثير، بس ضروري تعرفوه.
نحدد لنا مجالات للضوء. هذا هو نير اتنيويشن وفار اتنيويشن. في عنا شيء بعده اسمه ادفانسد افكتس و القيم. هذول بعد ما كثير رح يلزمونا، رح ندخل على شيء اسمه الشادو بارامترز، هاي بنتحكم فيها بالظل. فنحن هون اذا عملنا ريندر شايفين قيمة الظل عنا، خلينا نقول اسود 100%، لون الارضية ما طالع عندي من هون. هلا احيانا في ظلال معينة مثلا وقت الغروب لما بكون عندي الاضاءة خفيفة الظل ما بكون حد لهالدرجة هذا، ماشي، بكون اخذ لون شوي من الارضية، فممكن انا اخفف هون الدنسيتي كثافة الظل ل مثلا 0.6. اذا اعطيناه رندر شوفوا كيف الظل صار عندي، شو هون صار عندي شفاف. هلا هي اسلوب معين اني خففها من هون. بالواقع انا اذا نشرت اضاءة عامة الاضاءة شو رح تعطيني هون؟ رح تخفف لي السواد هذا اساسا، يعني ممكن انا اخففها من هون او من هون. هدول هلا القيم الاساسية اللي اخذناهم، جنرال بارامترز او الصفحات الاساسية، الانتنسيتي كلر والشادو بارامترز، هدول اللي بهمونا اكثر شيء بالنسبة للتعامل مع الاضواء. المشهد مثلا اللي شفناه هلا، ارجع الانتنسيتي رح رجع هاي واحد، بدكم بس تلاحظوا فرق بين انا لما احط ضوء واحد ونعمل رندر، شايفين النتيجة؟ هون هذا الحكي اللي بدي اياه، انه اسود 100% كثير شيء مانو واقعي. وبين مثلا اني اخذ الاومني رح وزع هون شفت وسحب، ناخذ نسخة ثانية رح اقول له هون كوبي ما انستانس مشان اعدل على البقية. فهي النوع الثاني من الاضاءة اللي بدنا اياه. بعد ما اخذنا هدول حاخذ الشادد مشان اخفف على الجهاز شوي. رح اعمل مجموعة منهم، ما رح اعمل بس وحدي، ورح اقول له انستانس هي نسخة وهي نسخة تانية، تمام. طبعا هلا مباشرة انا اذا بدي رندر هيك مشهد بالنتيجة شو رح يطلع معي؟ قبل ما اجرب كتير متوهج، ما هيك؟ دائما الاضاءة العامة حلاتها شو تكون عندي؟ كتير ناعمة خفيفة، رح اعطيها قيمة مثل 0.2 خلونا نقول، تمام؟ اذا هون عملنا له الالاستيك، استنى عليه شوي، لا بيعلق هو احيانا بين ما يرندل. فشايفين النتيجة هون؟ شوفوا الفرق هيك، شايفين هون شلون اعطاني ضوء، وشوفوا قبل، رح اطفيهم نعمل اون، شايفين الفرق؟ هيك طبعا واقع اكثر بكثير. اذا عملنا رندر هون شوف شلون هون اعطاني ضوء ثاني، هذا الشيء اللي نحن بدنا اياه. طبعا كل ما انا خففت الاضاءه اكثر واعطاني ظلال مموهه اكثر هون، كل ما حصلت على اضاءه عامه احلى واقعيه اكثر. هلا ما نحن ما رح نطفيها، انا هلا كنت جاي احكي عنها، رح اطفي هاي خلونا نشتغل هلا بس بالاضاءه العامه مشان نفحص الظلال تبعيتهم. بالنسبه للاضاءه العامه نحن دخلنا على الشادو بارامترز وقلنا ممكن انا اخفف من هون الدنسيتي اي حاله، بس الحاله الثانيه الاحلى هو ندخل على الصفحه اللي بعدها، شو يعني انه الشادو ماب بارامترز. هلا الشادو ماب بارامترز رح ندخل على شيء اسمه تو سايدد شادو، بدنا نتعرف عليه بعد شوي. بس في عنا قيمة هون حلوة اسمها سيمبل رينج. قيمة سيمبل رينج انا كل ما رفعت اكثر حروف الظل شو رح يصير فيها؟ رح تطلع معي ناعمة اكثر، فما رح تطلع معي بهالحد هذا. مثلا اذا رفعت انا لعشرين شايفين النتيجة؟ فالظلال العامة هيك هي الظلالة، بتكون كتير ناعمة وما انا ظاهرة الظلال العامة. فاذا عملنا رندر هون شوفوا نتيجة الظلال محلاها هلا، شايفين فرق عن قبل؟ فهلا مثلا إذا أخذنا نحن هذا الضوء منفعله جنرال بارامترز ومنقويه شوي، هي رندر طبعا الظلال العامة هي اللي بتعطي الواقعية للمشهد. الفيراي مقبس الفيراي هو تقريبا يعني خلينا نقول 80% منه إضافة الظلال العامة ودراستها بدقة عالية مع تفاصيل كثير. فهيك صار عندي المشهد هذا.
تمام. هاي خطوات عامة بس نحن لحتى نعرف نشتغل فيها. الأمنيات غالبا 90% من استعمالها رح يكون للتعامل مع الإضاءة العامة، بينما مثلا إضاءة شمس مثل ما حكينا رح تتعامل أنا مع الدايركت لايت، وفي عنا إضاءات تانية رح نستعملها للإضاءات الليلية. في سؤال لهاني؟